ورا سيعالي ما يهبط اللوتا بالك شمريد بالقلب ولا ديك لاري مع الموتى هتخوفني بالمتراك اللي في ديك جيب جازيك وسلاحك ما على بالي راهو بيك قولش علينا ماكلين المرهوجة البلاد دخلت في حيط رديتوها فلوجة وين ماشي البلاد غرقت في الدم بنزلت لطاطا وين البلاد دخلت في حيط حالها ولا كي حال الميت اسكو هذا ديمقراطية شعب مقسم شطريت البلاد ماشية وتغرق مانيش عارف الوين ماشي سايبونا خويا يا اخي التوا ما فهمتونا الكل ولا كيف كيف الشعب كل حكومة خطنا كين كلمة ديجاج بروجرام اليوم مانيفستاسيون في الكابيتال برا لم الباجاج سي بو يزينا خويا برا اقرا برا اخدم حل حالوتك برا شد في روح اسكو هذا اللي مات عليه الباسيزي وقفت عليه رجال الكل تحب تقسم الكعكة شفت الكرسي تبرتاجي الكوفوار بلادي فا مال شيوشة القلب وقت شوفها الحال بلادي مريضة اليوم يا ربي فرج علينا تزرق السما اشتد عدال اليوم لازمنا نقفوا وقفة راجل لتونسنا العزيز علينا ما نخليو لرفدنا بلاصة وما نخليو البرين يزيد يحكم فينا العباد الكل ولاد اليوم تفهم في القانون شعب ملوح في الشارع واحنا نحبو نعرف الرئيس شكون ما يهمني في غنوش النهضة مكي ولا المرزوقي حب بلادي على سقاها لكن وقفة رجال مبعد نطالب بحقوقي عيشة ولا كيلو زاد كي بريزون بري اللي يجي يقول لك انا نتاع الانتفاضة يفهم في البوليتيكا ما هو اكبر مكماك اللي يجي يقول لك انت ديجاج انت مع الارسيدي ما حاشتنا بيك اللي يجي يقول لك انت ديجاج انت عميل الدكتاتور في بالي لا حاشتنا بحكومة وقتية الحب والجيش يشد البلاد ويحكم فيك وفيا حبها دولة اسلامية وانتي تعرف علاش تحب المكي ولا الهمامي بالمرزوقي ما حاشتناش ما عادش فاهم شنو هو المطلوب ما عادش فاهم علاش حالك اليوم القلوب بلادي فمال شيوجع القلب وقت اشوفها الحال بلادي مريضة اليوم يا ربي فرج علينا تزرق الشمس العدالة اليوم لازمنا نقفو وقفة راجل تونسنا العزيزة علينا ما نخليو للفتنة بلاصة وما نخليو البران يزيد يحكم فينا بلادي فمال شيوجع القلب وقت اشوفها الحال بلادي مريضة اليوم يا ربي فرج علينا تزرق الشمس العدالة اليوم لازمنا نقفو وقفة راجل تونسنا العزيزة علينا Anonyme, Bledi va mal, spécial dédicace CP Studio, Tulsi Vrasi Ali, dédicace les toiles Sakon, dédicace les Slaves Zaura, dédicace les toiles Féo. بوليس يضرب كل يضرب في ذبان لعبة تكسر وتحرق كل شعلينا طالبان هذا عميل الامريكان هذا من الارسادية اكبر طحان هذا قفاز فرنسا اش يعمل هوني هذا يحب يركب على الحدث خل نقتلو نرتاح منه بربي خلوني يا والله غريبة جيبو شي شعب جديد للبلاد ولا نكري وش حكومة وقتية مش ترضى هالعباد مو ثاني في كلام وطلع صحيح في اخر حلقة كلها وتحشي فيه نفس السيستام المشاكل واللي يخرج لبرا الغاز يشم وتريحة ياكل شي ما تبدل تونس هي هي كل واحد له فروح وحد ما يهمه فيك وفيا صحافة سبيس تون قناة الوطنية جيب لك النوم اللي يخرج يحكي في التلفزة قول مقرمش بلاكة شعب مش عارف وين ماشي منين الدور ياكل ستاكة سياسيين رضعين نفس البيبرون جملة حافظينها يعاودوا لنا فيها والشعب ضايع ماهو فاهم شي لبلادها بلوم عليها بلادي فمال طار عليا النوم حاسس روحي غريب كل يوم نزيد نحتار بلادي فمال طار عليا النوم حاسس روحي غريب كل يوم نزيد نحتار اها هذا جديد بلادي فمال يا ربي فرج علينا تجرق الشمس تتعدى لغيوم لازمنا نقف وقفة راجل لتونسنا العزيزة علينا ما نخليو الفتنة بلاصة وما نخليو البراري يزيد يحكم فينا بلادي فمال